بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل في شرح ما يتعلق بأحكام الأضحية من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى ذكر أفضل الأضاحي، ما هو أفضلها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يجوز في شيء من ذلك، ولا يجوز في شيء من ذلك، يعني من الأضاحي التي سبقت، لا يجوز في شيء من ذلك من الأضاحي. أضحى تكون من الغنم ومن المعز ومن البقر ومن الإبل ومن الإبل، فكل هذا الذكران والإناث، كل هذا لا يجوز فيه ما يأتي. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء، عوراء أي البين عورها، البين عورها، والعور هو ذهاب نور العين أو جزء منه أو بعضه، لكن يكون عورا، يكون العور عورا بينا، فبمجرد النظر إلى الأضحية يتضح عورها لا بالتدقيق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث البراء قال: أربع وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه، وأصابعه أقصر من أصابعه، لا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء أو قال الكسيرة التي لا تنكر. والحديث حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وأصحاب وأبي داود وغيره، حديث صحيح. فأيضا العوراء البين عورة، ومن باب أولى على الصحيح العمياء، العمياء لا تجزئ أيضا. طيب، ولا مريضة أي البين مرضها، أن يكون بها مرضا بينا، البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ضلعها بالضاد، ويصح ضلعها بالضاء، والأشهر بالضاد، ولا العجفاء، العجفاء الكثيرة التي لا شحم فيها، العجفاء الحديث ولا الأجفاء التي لا تنقي، وفي رواية الكثيرة قيل الأجفاء النحيفة لا شحم فيها، وقيل لا مخ لها أي في عظامها ضعيفة جدا، وقيل لا شحم لها ولا مخ في عظامها، وقربها بعض العلماء أنها التي لا تلحق بمثيلتها بمثيلاتها في الرعي والكلى وفي العلف، لا تلحق بمثيلتها. وهنا أقرب من يعلم ذلك هو الراعي، ينبغي أن ينبه من جاء يشتري فيقول: هذا تشتريها لأضحية، لهدي، لفدية، لعقيقة، إن قال نعم فيقول: لا تجزئ، هذه ما تلحق بمثيلة ضعيفة نحيفة كثيرة، أما اللحم ووليمة وضيافة لا، ما في شيء. ولا العجفاء التي لا شحم فيها. قال: ويتقى فيها العيب كله. السابق العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، والكسيرة أو العجفاء التي لا توقي، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، ممنوعة، يعني لا يصح التضحية بها، لا تصح ولا تجزئ أضحية، وإنما هي. طيب، لو ذبحها أضحية، ذبحها ليست حراما، يحل أكلها، نحن غنم وذبحها ذبح صحيح فهي حلال، لكن لا تجزئه عن الأضحية، لا تجزئه عن الأضحية، وإنما هي شاة لحم. ويتقى فيها العيب كله، وهذا من باب الفضيلة، الأفضل أن كل عيب يتقى،
أن كل عيب يتقى، هذا هو الأفضل. العيوب السابقة محرمة، وما كان مثلها أو قريب أو أولى منها تتقى. يعني العوراء من باب أولى الأمياء، العرجاء من باب أولى مكسورة المكسورة، أو التي لا فقدت جزءا من رجلها أو يدها، ويتقى فيها العيب كله. فيه عيوب يمحل الخلاف بين أهل العلم، منهم من يراها المنع فيها بلا خلاف، ومنهم من يرى الخلاف، مثل المجنون التي يظهر في تصرفها الجنون، وهذا يعرفه أهل الرأي، ومثل البكماء يعني التي لا تصوت، التي لا تصوت، قيل إن كان أصلا فيها جاز، وقيل إن طرأ عليها هذا الذي يمنع، و يعني التي سقط أسنانها لطارئ ونحو ذلك، وكذلك الجماء عفوا السكاء التي أذنها قصيرة أو لا أذن لها. نعم. وكذلك التي ذهب ذنبها، ها ذهب ذنبها، والمذهب إذا كان ثلثا فأقل جازت، وإذا كان أكثر لم تجزئ. والأظهر في هذا أن هذه عيوب لم يرد النهي فيها، فهذه تكره. أما يقال لا تجزئ، الذي لا يجزئ هي الأربعة، وما كان مثلها أو أكثر منها. ولهذا البراء بن عازب راوي الحديث لما قال له سائل: فإني أكره النقصة، إني أكره النقصة في الأذن أو قال في القرن أو كذا، قال البراء: دع ما كرهته لنفسك ولا تحرمه على الناس. ولهذا التي جاء الحديث التي جاءت في مسألة العيوب هذا الحديث، وحديث آخر: أمرنا أن نستشرف العين والأذن. ما معنى نستشرف؟ الاستشراف هو ماذا؟ أن يستشرف الرجل الآتي البعيد، والشرفة الشيء العالي. والمقصود بالاستشراف هو وضع اليد على أدنى الجبهة فوق الحاجبين، على هيئة من يراقب البعيد. يعني أن نستشرف العين والأذن، أي أن نراقبها جيدا، وأن تكون سليمة في الغالب. هذان الحديثان اللذان وردا في العلم. قال: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا. هنا جاء في حديث علي رضي الله عنه: أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وفيه زيادة: وأن لا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة. الشرقاء التي شرقت وشقت أذنها طولا، والخرقاء التي خرقت وثقبت، والمقابلة التي قطع شيء من أذنها وتدلى وكان في المقدمة يقابل، ولا مدابرة التي شق في آخر أذنها فتدلى. هذه الأربعة قيل أنها لا تجزئ، لكن الحديث في ذلك لا يثبت، فهي مما يكره، وإن ضحي بها أجزأ ذلك إن شاء الله. لكن هنا قال: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا. في المذهب إذا كان الشق يسيرا يعني ثلث فأقل، يعني إذا كانت الأذن قدر هذا وشقت قدر الثلث أو أقل جازت، أكثر النصف زيادة فيه عدم الإجزاء في المذهب. وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. مكسورة القرن، أما التي قطع أذنها فتمنع في المذهب، أو قطع أكثر من الثلث تمنع،
أما إذا كان ثلثا فأقل يسيرا أجزأت. طيب وإذا كسر قرنها، القرن في حدود الثلث يجزئ، أكثر من الثلث يجزئ. طيب إذا كسر من أصله، فإن كان يدمي يسيل الدم هذا يعد نوع من المرض في المذهب فلا يجزئ. أما إذا كان لا يدمي يعني جفه فالمذهب الإجزاء، وإن لم يدمي فذلك جائز. ثم قال كم مطلوبت دقيقة. وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. هنا ذكر أدب من آداب الأضحية، وهو أن الأفضل أن يلي الرجل ذبيحته، هو الذي يذبح، هذا هو الأفضل. ولهذا وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، كان عليه الصلاة والسلام يلي أضحيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي أضحيته، وكذلك كان الصحابة الكرام. ولأنها عبادة من أعظم العبادات والقرب، فمباشرتها فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيبادر المسلم بذلك. فالسنة أن يبادر وأن يلي الرجل ذبح أضحيته ولا يعطيه لغيره. إذا وكل غيره، وكل غيره للذبح أجزأ، وإذا وكل غيره للذبح أجزأ إن كان ممن يصح ذبحه لا شك ولا غير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا